المشكلة اليوم بنعاني بها انه هذه الاخطاء الاستراتيجيه اللي هم في عمليه اختيار الشخصيات المهمه جدا في اداره الملف المالي ادى بشكل اخر عدم فهم العالم يعني كوحده اقتصاديه بما يدور في العراق بشكل اخر. اليوم لو كان البنك المركزي غير متورط في القضايا اللي اشرت عليها الفيدرالي او اخفق على الاقل نقول بهذا الوصف لكان خرج البيان واضح جدا ووضع النقاط على الحروف وقال بان هناك لا يوجد اي تلاعب ولا يوجد اي هدر مالي ولا يوجد هناك ضغوط سياسيه. هذا الذي انا سالت به يا دكتور نعم هذا اللي انا نعم. سالت به صمت البنك نعم. المركزي والحكومه مريب. حكومه انتم الان متهمين من الفدرالي ومن الخزانه انه انتم بدرتوا فلوس شعبكم وديتوها لايران والان تصدر صدروا بيان بنك المركزي على مخيف رئيس الحكومة قولوا ببيان قولوا كذب بكلاوات وأمريكا تكذب وهذا استهداف أو خلونا نشوف الصدق من الكذب صدروا بيان وطلعوا احكوا. نعم دكتور يعني هو البيان هزيل جدا يعني ليش أتمنى أنه نتجاوز لأن هذا يدل على عدم فهمهم للواقع الذي يعيشه وهم في تحدي مع الشعب الآن والتحدي كلش كبير وما أعتقد بأنه سياسة السودان إذا استمرت بهذا الوضعية راح تستمر كثيرا حكومته. اليوم خلينا نتكلم بطريقة أكثر يعني فهما. السيد السوداني بتنادى لخطوات الكاظمي حول وجود علاقات يعني ما بين الدول العربية وإيران هذا حقيقة لا يري الحقيقة بشكل مباشر نتكلمها لا يري حقيقة جانب الأمريكي بطريقة تعتبر أنه بعد فشل المفاوضات في فيينا واتهام إيران بامتلاك جزء بسيط جدا من الإيران المنظم ضمن برنامجه. احنا اليوم تكلمنا كان بداية الحلقة أصبحنا حديقة خلفية لجميع الدول وساحة صراعات المفترض من البرلمان يرجع يأخذ دوره الحقيقي في إدارته. أنا أشكرك دكتور ضياء أنا أشكرك.